السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيت والمرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في جمعة كيسر قريم سطات، واللي ما عرفوش كان في المملكة المغربية، الخيرة والرجالية المغربية والناس ولي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيت والمرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا بكم جميعا. هيا نرجعوا بلاد ولادهم في المكان والاحباب تاعهم. المشاهدين ديال الزيتون والمرجان يستاهلوا هاد الكبته وياكلوا بالصحه والسلامه. شكرا لك السي الحاج عبد السلام، والحاج عبد السلام راجل عزيز علينا ومن القنيطره. خويا مصطفى راه ديما المشاهده ديالك والابوني والجيمات ما تيتذكرش. شكرا لك. تنشكروا الحاج مصطفى، نشكروه تحيه خو الحاج عبد السلام، ونطلبوا الله يشافيه ويعافيه ويداويه، ونطلبوا اي مشاهد يسمع الدعاء يقول امين لهذا الرجل، للناس حلوين والناس قدامى تنعرفوا هذا الرجل. وتهلا بهادشي الله يهودي يا كما تشوفوا هاد الخير. تبارك الله الحاج عبد السلام وراك عزيز. مرحبا مرحبا مرحبا. قول لي هذه راه كاينه من الحاج مصطفى السمان. الحاج مصطفى السمان خوه ويني هذا راه واعر معايا واعر ياك عزيز زيدوني. بالك عزيز علي. مرحبا مرحبا ياك. انا معاونك انا معاونك في القناه. هذا ترخسر شي حاجه؟ لا ياك. تبارك الله السي الحاج عبد السلام. مرحبا مرحبا الحاج عبد السلام. الحاج عبد السلام راه شد لينا الكبته باش غادي ناكلوها اليوم. مرحبا بك. وتحياتي كل مشاهد قناه زيتون المرجان. بالك مصمدي على عبد السلام غدا بابور اليوم. الله يستر. شكرا لك السي عبد السلام. مرحبا الله يا اليوم مصمدي عليك. الله يحفظك. شكرا لك. تبارك الله عليك السي عبد السلام. مرحبا. هذا عبد اللطيف هو مول هذا المحل، وهذو ولادو كما تشوفوا هاد الخيرات هنايا في جمعة كيسر. احسن الجزيره بالمليح. تهلا فينا الدري هذا ضرافات ديال الكوتليت الله يعطيه الصحة. تبارك الله عليك. يعطيك الصحة الله يكبر بك. كما تشوفوا حتى الحاج عبد السلام تيشكر هذا الرجل، وهذا راه هو مول هذا المحل اللي تشوفوه. هذا مول الحياة اللي بحالي تا هو، هو عبد الطيب تا هو راجل مليح ويخدم شي حاجة زينة. ها؟ الحياة ما مزيانينش. واخا سيدي اسمع سيدي واخا هو عنده اللحيه واخا ما مزيانين باقي ما مصوش باقي. تبارك الله السي عبد الطيب. اخ تبارك الله كما تشوفوا العجل والعجله بجوج فرماج بجوج حاجه مليحه جوج كما تشوفوا. هذه العجله وهذه العجل فرق بين العجله والعجل بحال بحال هاد الخيرات. تبارك الله كي تشوفوا هذا عبد الطيب هنايا وصحابي النزاه. صور معك صحابي. لا قالك ما تصورناش ما غاديش. بلاش يلا. هما راهم كانوا تيشاهدوا القناة. تشاهد قناة زيتون المرجان ولا؟ انت واش ديما متبعني؟ مرحبا مرحبا. لا ماشي مشكل هذاك الشيء خود كما تشوفوا حاجة مليحة. وغادي نسولو على اثمينة هذا أول نهار تنصوروا هاد الحانوت في مدينة كيسر وسوق كيسر. وهاد الخيرات ديما المليح وديما شي حاجة فرقة. كنت غادي نخليك حتى السيمانة الجاية وني جا جاب الله تعالى وجاب هذاك القنيطري عبد السلام ضربات راجل كان يدي شي حاجة تاع السوبير. أييه ما تتعرفيش؟ أو كان يدي شي بقر السوبير شي حاجة خيالية في المريح من القنيطرة. اه زوينه. عرفتي كيفاش البقر اللي كان يديه هذا عبد السلام؟ راه كان شي زمان ولي شي 10 سنين ولا اكثر ما بقى كذب ما بقاش يكذب. الخيرات موجودة. انا عييت بالكزار كزار طبت. او شحال كزار تاهو بات اللحم 240 في البوق شويه. تبارك الله السي عبد الطيب هذا مول هذا المحل وراجل مخير ولحمه زينه كما تشوفوا. ما عاش معايا في ياك ياك. نتمنى نتمنى تشوفك. بغيتي نربح معاك ولا لا؟
تاتا غنديروا لك الاشهار الحباب تاعنا المشاهدين قناه زيتون مرجان داخل الوطن او خارج الوطن، حبابنا اهلا بكم جميعا. حنا تاع الطيف هنا هو اللي غنبداو مع ولده، هو ما خدامش اليوم. واش ما بقيتيش تخدم مع الطيف؟ واش تخدم انت ولا لا؟ اه هاي 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 ياك يلا نبدا. مرحبا مرحبا، كيف تشوفوا اللحمه كي دايره، لحمه زينه، اللحمه الهبره. هاد الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان في المكان. ياك وشحال بعتوا هاد الخيرات تبارك الله؟ شحال بعتي هاد الخيرات وانت عم تطيب؟ ١٣٠٠ بكري مليح على الهبرة، كي تشوفوا الطرف تاع القاطنة غير الهبرة. هاد الخيرات ما عندي ما نقول، الدور على اليسار راك كاينة شي تكون جاي من البروج، الدور على اليسار. الله واخا مرحبا. قلت لي ديال غير 114 كوتليت ولا اللحم؟ ها زكي معايا. قلت لي ديال غير 114 وكوتليت. ها نعم. والبقري 13 واللي بغى القضبان ولا الستيك؟ ٩٠ قضبان ولا الستيك؟ ٩٠ والفيلي بشحال تتبيع؟ ما تتحيدوش ولا بغات شي واحد فين؟ بعد مو بلحمو. ايوا خاصك الا جاو شي ناس بغاو الفيلي. حيت انتم تذبحوا بكر غليظ وعندك الفيلي مليح كما تشوف الفيلي مليح، راه خاصك الا جا واحد بغا الفيلي. الا جا شي واحد عندنا اكثريه ها؟ واش حنا باركين تنديرو؟ راه اللحمة حمراء مالها هي تروبر حتى هي صك من العجل عند الكزارة، العجلة راه صك من العجل عند الكزارة. إيوا حنا بغيتي تولي واحلين في الفيلي مع ولدك. ما عرفت واش زيرني ولا زيرتو. مديها لك انا. اش قلت يا سي؟ قال لي بغاها السيد بغا هاد. بصحة وراحة سي، بصحة. مرحبا مرحبا. اييه هو هذا صورناك معنا. مرحبا. تتشاهد قناة زيتون مرجان؟ اياك. تتعجبك؟ الحمد لله. اللهم بارك الحمد. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. ودابا خويا من انت معلم عليا. شوف ولدي انت معلم عليا ديما راك كوتليت الله يرضيك. الله يرضيك راكيه رقيه ديما النار ديالك، انت تعرف احسن مني. انا عندي غير القناه قاد هذاك الشيء ديما رقيق. دابا غتشوف انا بالي بالي ديرنا ماشي وتعطينا عليهم راجع الفيلم. تبارك الله زوين داك الشيء. اياك تيعجبك انت؟ اياك وكيما كان بيعلم يكون زوين. تبارك الله كل شيء التقراد. واش راه المعلم هو التقراد؟ دور دور عنده بحال سمعتي راه التقراد هو المعلم. ها الله يرضي عليك. لا ما تمكنش. كي تشوفوا الخيرات هنايا في جمعه كيسر حتى في الحوانت كما تشوفوا الظرافات عن الطيف كي تشوفوا نمرة التليفون والخيرات كما تشوفوا معنا. نحيوا كل مشاهد قناة زيتون مرجان. أول مرة تجي عندهم؟ لا قديمة كنكون هنا. تجي عندهم هو؟ سنين تجي عندهم؟ عند الحياة وإنما تتقداش عندهم هو؟ كنتقدم تتقدم عندهم؟ بغيت نسولك واش نصوب لك دابا ولا لا؟ لا
مصور مصور ولا قدام كاميرا زعما يلا سيدي الفيلي بقينا مزيرينك عليه ما جاوبتيش على الفيلي جاوبتي تبيع اللحم بلا فيلي ياك لا بغا شي واحد لا بغا فين جا شي واحد من المدينه كيسول على الفيلي كنعطيو الفيلي شحال الفيلي واخا برافو عليك وركبتي بشحال بيتوها يلا تبارك الله عليكم والله يسهل لك جا بسلام تبرع علينا اليوم بالكبتة بهاد السويلة وهاد أناناس تبارك الله راجل جيد راه قلت لعبد الطيف قلت لي راه كان يدي شي بقر سوبير كان فاش كان يكسر باقي تكسر ولا ما؟ لا ما بقاش ولا الحاج مصطفى دابا ولا الحاج مصطفى ياك ما تصيفط لي انت انا اللي كناخذ السلعه وحق لك انت تقول كي تتابع هذه غتعجبو قول الحاج مصطفى انا مصطفى هذا هو راه ديما غير يا رب تعمل مخبز يلا سيدي مرحبا بسم الله